بسم الله الرحمن الرحيم. تدعوكم حسينية وموكب أم الحسن عليها السلام لإحياء مجلسها السنوي في ليالي شهر رمضان المبارك بمشاركة فضيلة الشيخ جعفر الإبراهيمي وقارئ القرآن حيدر محسن البزوني والرادود الحاج باسم الكربلائي، الزمان ابتداء من ليلة 13 إلى ليلة 23 من شهر رمضان المبارك في تمام الساعة 9 مساء، المكان البصرة قضاء الفو. سيتم بث المجلس على قناة المهد الفضائية.